نفس الحرف. كل جملة يا حبيبة، الله ينور عليكي، وحلوة منه على قد سنه، برافو عليكي. سجع 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 سجع. كملي معانا مهرة كمان. الجناس، اقرأ الجملة وانت اكتشفي يعني ايه جناس. اشتريت صفيحة وقرأت صحيفة. تكرار الكلمة، كلمة ايه؟ تكرار كلمة صفيحة. صحيفة، صفيحة مكررة ولا في حاجة كده مش من بعض؟ لا هي قريبة فعلا. It is near، في similar، في تشابه. صفيحة اللي هي صفيحة جبنة يعني، لا مؤاخذة يعني. وصحيفة اللي هو بوك يعني صحيفة. اوكي، جناس 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 جناس. بس على فكرة ده اسمه جناس ناقص. جناس ايه يا شباب؟ جناس ناقص. جنى، بما انك انت فعالة معانا، اقرأي هذه الجملة. صليت المغرب. المغرب، صليت المغرب في بلاد المغرب. قولي لي يا جنى، المغرب دي معناها ايه؟ يعني مغرب دي الأولى. دي المغرب اللي هي صلاة المغرب. اما حلوة قوي، دي بلد، اسم البلد. حلوة منه على قد سنه، شكرا لحضرتك. فعلا لما يكون كلمتين يا حبيبة شبه بعض تيبيكال، بس معناهم مختلف. الأولى معناها صلاة والتانية معناها كونتري، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه جناس تام. اسمه يا شباب جناس تام. محدش يزهق، خلاص هنخلص الجزء ده. جناس تام، عظيم جدا. جناس تام، كلمتين شبه بعض بس المعنى مختلف. اوكي، حد بيبعت لي على الشات بيقول انا زهقت. حد زهق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هرد هرد حاضر. طب يلا ها حبيبه، اخر حاجه بقى ما تطوليش معانا كده. يلا قولي لي يعني ايه طباق. يلا اقراي وقولي فوق وتحت، انت اكتشفي حسي يعني طباق. فوق وتحت بينهم طباق. وات ذا مينينج اوف طباق؟ هي بتتكلم يا مستر بس صوتها واطي لك. اتكلمي يا حبيبه. نعم سمعني؟ ايوه ايوه. الطباق هو يعني المكان. حاولي تشوفي دي كمان. يعلمون لا يعلمون، كلمتين ايه؟ ها التضاد. يا ولا يا ولا، برافو عليك، شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، جزاك الله خير. كلمتين عكس بعض اسمها طباق، عظيم جدا. اما المقابلة، ايه ده يا مستر ده؟ كلمة عكس كلمة، طباق. طب جملة عكس جملة، مقابلة. شفتوا ازاي؟ كلمة عكس كلمة، طباق. جملة عكس جملة، مقابلة. عظيم جدا. اخيرا بقى عشان ما اطورش عليكم في الجزء ده، بعد كده هنروح بقى نوري ناس ازاي يقدر يختار ونساعد الناس شوية. ادوات الربط، ذا كونكتور. اوعى حد ينسى، كلمة عكس كلمة، طباق. ما ترد عليا يا جنى، سايباني كده اقول لوحدي. كلمة عكس كلمة. اقول ايه حضرتك يا جماعة؟ حضرتك سوري، طباق. قولي طباق. كلمة عكس كلمة. كلمة عكس كلمة، تمام. تضاد يعني. قولي طباق او تضاد، صح صح. يلا، كلمة عكس كلمة تبقى ايه؟ طباق. جملة عكس جملة تبقى ايه؟ مقابلة. الله الله، جميلة جدا، حلوة. يبقوا ايه؟ اتسلوا بيها كده وانتوا قاعدين. كلمة عكس كلمة تبقى ايه؟ طباق. جملة عكس جملة تبقى ايه؟ مقابلة. جميل جميل جميل. ذا كونكتور، ادوات الربط، مهمه جدا. انتوا نفسكم بتستعملوها ان انجلش، بمعنى انا وانا صغير كنت افتكر ان باراجراف عشان ابدا اكتب باراجراف اعمل كده. No one can deny that the tourism plays a very good role in our life. وفي الاخر ولا خطاب باين زي ليتر مش فاكر، اقول له بليز رايت سون. المهم يعني هي دي الروابط بقى. تبدا تقول بادي ان ذا باد، بداية، في البداية، على صعيد آخر، على جانب آخر، وعلى جانب يعني آخر. دي الحاجات اللي بنبدأ بيها الجملة. تبدأي بيها in the first. طب in the middle، قولك مثلا جنى تحب أن تشرب عصير القصب
وعلى صعيد آخر نجد أن حبيبة لا تشرب هذا العصير إلا أن يكون عليه نسبة من الملح. أي حاجة خلاص، المهم يعني تقدر تستخدم الرابط وخلاص. أيوة يلا. وإضافة إلى ذلك وعلاوة على ذلك، طب إن زئنت وختاما وأخيرا وفي النهاية ونهاية لما لا شك فيه، الدعم، دعم 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 دعم. بنتكلم عن قرآن، قولي أي آية من القرآن. ايه يا مستر ده، ايه الكلام ده؟ بصوا بقى، اول ما نخلص الجزء ده هفاجئكم دلوقتي، هتحسوا ان خلاص المنهج كله خلص. ايوه صحيح والله، هو ده اللي بنستخدمه في التعبير صح. ايوه كده. مين ما سمعش عن كلمه تعبير؟ مين مش انا اكيد. انت اكيد، انت يا كريم، كريم هاني، اكيد انت ما سمعتش عن التعبير صح؟ لا يا استاذ سمعت عنه. معقول؟ طب what is the meaning of تعبير؟ تعبير استاذ قصدي حضرتك ايه تعبير؟ يعني استاذ عبر عن حاجة. ايوة الناس بتكتب ايه على الشات، بس انا ما كنت شكا لك يا كيمو حبيبي والله. وروان عايزة تشارك وكنوس كمان يا جماعة. شكرا لك، ماشي تفضل. طيب والشعر طبعا كنا عارفين، والحديث عن الرسول عليه السلام، والمثل والقول المأثور والحكمة، كل الحاجات دي ليها يعني شرح كده. والقاموس، ما تقوليش انا عندي سرور، قولي لا انا عندي حبور. اوكي قولي انا عندي ايه؟ حبور، عندي حبور. طيب بس خلاص خلاص كده. ايه ده يا مستر ده؟ ايه ده احنا عملنا ايه دلوقتي؟ احنا يا جماعة قلنا ملخص المناهج كلها بتتكلم عن ايه، تعالوا بقى نتعرف عليها. بس اول كده اشوف الشات اخبار ايه. ايه يا جماعة الشات اخباره هنا ايه؟ ما اشوف كده ايه الدنيا، مين بيكلم مين. دي شواهد، شكرا لك يا روان، هي فعلا شواهد، عندك حق. طيب اللي سمع معانا التركيز الفترة اللي عدت دي كلها بدون ملل، شكرا لحضرتك، انت كده عرفت المنهج البريطاني كله بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن التعبير. ايوه التعبير. والله العظيم التعبير والبلاغه والنحو، التعبير والبلاغه والنحو بس، مفيش حاجه تاني. عارف تعبير صح، عارف بلاغه صح، عارف نحو صح، انت تقدر تختار من المنهج البريطاني بعناية. ولذلك تعالوا مع بعض بقى بسرعه كده نتعرف على المناهج بطريقه مفصله. بس هو محدش يزهق يا جماعه، احنا معانا ساعتين بعمر الله، او ممكن نخلص قبل كده، بس عشان ما نزهقش. روان اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبار حضرتك يا مستر؟ الله يخليك الحمد لله. ناخد فاصل معاكي، انت كنت عايزه تشاركي، ناخد فاصل معاكي. بقول لك ايه، بتعرفي تعدي من 1 ل 20؟ قدامك فرصه تقولي رقم او رقمين، اللي يقول 20 هو الكسبان. يلا واحد. مش فاهمه. هتقولي 2 او 2 3، اللي يقول 20 هو الكسبان. يلا واحد. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. روان قولي رقم مرتين. 18 19 20. لا اهو رقم او رقمين بس. شكرا ليكي غلبتك، ان شاء الله نكمل بحث ما نضيعش وقت. يلا ايه يا جنى، شكلك عايزه تلعبي، اتفضلي. 1 2 ايه؟ لا ده انا كنت بقولها على حاجه بس ما سمعتنيش. طيب ماشي ومانو زي بعض، بسرعة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يلا 11 12
مستر حضرتك مش سامعني. طب نكمل نكمل عشان ما نضيعش وقت. يلا يا جماعه بصوا بقى كده، عندنا هنا بقى الامتحان الكامبريدج اللي هو الكود بتاعه، الكود بتاعه 05 على 0508 على 1. طبعا الكامبريدج يا جماعه دلوقتي الكامبريدج ركزوا معايا بقى، هم ايه دول اللي احنا قلناه من شويه؟ لا الكودز دي لما بنعوزها بنكتبها فين اوريدي؟ دي في ورقه الاختيارات، فورت الاختيارات وانت بتختاري الماده بتاعتك. تمام؟ اه تمام. عندنا التلات اكواد يا جماعه ركزوا معايا عشان تقدر تختار بعنايه. كل الكلام اللي احنا قلناه من شويه بيندرج تحت كل المناهج اللي احنا هنقولها دلوقتي، كلهم فيهم عفريت تعبير. كلهم فعلا فيهم عفريت تعبير. كلهم فيهم العفريت على فكره، كل المناهج عفريت تعبير، كله 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 كده، شمس بتضحك قمر بيرقص، كل الكلام ده موجود في كل المناهج. بس ركزوا معايا، كل منهج بقى بيختلف في ايه بقى يا شباب؟ في سيستم الامتحان، سيستم الامتحان، لكن كل المناهج واحد عشان تبقوا عارفين. مطلوب منك تعبير بلاغه نحو، تعبير بلاغه نحو. طيب او كل العفريت اللي احنا قلناه دلوقتي ده، يعني كل العفريت ده مطلوب منك في كل الاكواد. يلا ما ماشي نضيعش وقت، عندنا هنا الكود الاول 0508 على 0508 ودوت الكامبريدج لغه اولى كامبريدج. ركز كده معايا، بيبر 1 اهي، واحد يعني بيبر 1. اللي عايز يدخل كامبريدج يا جماعه ركز معايا اهو، بيبر 1 الورقه الاولى، السؤال الاول كومبريهنشن. كومبريهنشن بيجيب لك قطعه تقراها تك 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 تك، قطعه واحده بس اهي لغايه هنا. بعد ما تقرا هيجيب لك كويتشن وطالب منك انسر، فين يا مستر فين 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 كده. يعني هما اثنين وانا اللي بختار واحد؟ لا 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 لا، ده هي القطعه الاولى عليها اسئله كومبريهنشن. هي راحت فين اسئله جانا؟ انت خدت الاسئله؟ لا انا ما خدتهاش، انا اساسا لسه محوله من انا بضحك معاكي بقول لك يعني خدتيها من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه توصل ان انا اخدت الاسئله يعني اخدتها قبل كده. راحت فين؟ لا السلامه اجيبها لكم بقى من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اجيبها لكم منين؟ الاي جي هنا اهو. حصص كامبريدج ادي اهو، مثلا مايو 2020 اهو. اللي عايز يدخل كامبريدج 0508 بيجيب له ايه؟ بيجيب له ايه؟ وبعدين اهو بيجيب له ايه؟ قطعه، صح؟ قطعه تيكي تيكي تيك، يقرا يقرا تيكي 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 تيك توك. النص الاول بس، النص الثاني لا نو نو نو، النص الاول بس. طب بعد ما تقرا النص الاول بيجي لك اسئله بم. بص السؤال الاول تيكي تيكي تيك، السؤال الثاني تيكي تيكي تيك. كومبريهنشن يا جماعه انا مش عارف ايه الصعوبه هنا. جانا شايفه اي صعوبه هنا؟ لا خلاص، ما دام جانا مش شايفه صعوبه خلاص. بص يا جماعه ادي اهي خلاص تمام، س و ج س و ج س و ج. طبعا دلوقتي بقى روان تقول لي مستر ده الامر سهل قوي كده يا مستر، اكيد اكيد في تكه. ايه التركايه بقى هنا يا شباب؟ اللي عايز يجيب اي ستار ركز معايا، هنتكلم في الاي ستار دلوقتي. انا هقرا تيكي تيكي تيك وهجاوب تيكي تيكي تيك وهجيب الاجابه من القطعه، تيكي تيكي تيك من القطعه، تيكي تيكي تيك من القطعه. يوه ده مش هنخلص بقى، كله من القطعه. في حاجه مش من القطعه؟ لا كله من القطعه. بس مين اللي هيجيب اي ستار؟ اولا السؤال ده عليه 25 درجه. طيب مين هيجيب استر؟ اللي هيكتب من القطعه بس هياخد 20 درجه، ركزوا معايا. طب مين اللي هياخد خمسه الثانيه؟ اللي هياخد الخمسه الثانيه اللي هيعمل زي روان دلوقتي كده. روان ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك يا مستر الله يخليك والله، انا هقول لمامتي، انا هقول لمامتي يا روان انا بحبك يا ماما في عيد الام، يعني هديها ورده ولا
يا أمي إني أحبك. أنت لما تيجي تدي وردة لمامتك في عيد الأم هتقولي لها إيه؟ بس خلي بالك حاولي برضو تبيني إن أنت بتحبيها برضو. هستخدم تشبيهات وحاجات تبين نوعني حاجات أي حاجة تعجبك، تشبيهات استعارات أي حاجة، قولي لها أي كلام بس عايزين نفهم من كلامك أنت بتحبيها. قولي لها كده أنت جزء من قلب. يا عيني على الصبر، إيه الحلاوة والشقاوة دي؟ أيوة كده. شفتوا يا جماعة في القطعة هنا مكتوب ماذا قال الولد لأمه مثلا، هذه القطعة هنا مثلا يا جماعة بسرعة كده بس عشان ما نضيعش وقت. ماذا قال الولد لأمه؟ هنا مكتوب إيه؟ الولد قال لأمه أنا بحبك يا ماما. لما أنت بقى تيجي تكتبها في الإجابة ما تقولش شعور هو بيحبها، لا قول شعور إنها يشعر أنها جزء كامل. يعني أنا زود من عندي مستر حيك قفل مايك. مستر حضرتك قفل المايك. مستر حيك فتح المايك من الجهاز التاني. معايا؟ ما حيك بس حيك عامل قفل المايك يعني عامل ميوت. كده اوكي؟ اوكي تمام. ممكن بس حيك قايد من اول حتة بيشبه بعض. لما تيجي تكتبي الاجابة ما تكتبها زي ما هي. اوعى تكتبيها زي ما هي. حاولي تحوري شوية. حاولي ايه؟ تحوري شوية. ما تقوليش شعور الولد انه بيحب امه. لا قولي متعلق بها. جزء كبير من حياتك. شبهي بقى غيري لبسي قلبي. المهم ما تكتبيش الكلام هو. اوكي؟ طب على فكرة حضرتك تدينا مثال؟ حاضر. تعالي ناخد مثال من هنا. ايه رأيك؟ يلا. ادي هنا اهو. مثلا تعالي ناخد مثال هنا اهو. هنا هو حصص كامبريدج. مثال كيف تجيب على الكومبريهنشن في الامتحان بهذه الطريقة. انظر معي كده هنا اهو. محدش يتوه. احنا دلوقتي خلاص يا جماعة بنتكلم في كيف تحصل على افطار في الثلاث اكواد. اوكي ثلاث اكواد. اوكي محدش تلغبط. خلاص ده الجزء اللي قبل الاخير. بعد كده الجزء الاخير وخلاص على كده. دلوقتي عنوان هذه الفكرة كيف تحصل على افطار في الثلاث اكواد. ركز كده معايا. وناخذ مثلا مثال هنا هو. هنا هو مثلا. طبعا ده ورق الامتحان بيجي بهذه الطريقة. هو ده النص اللي انا كنا بصدده اهي. رحلتي مع الكتابة. تمام. الكاتبة بتقول تحكي الكاتبة عن مشوارها في الكتابة. لا ادري كيف بدأت الحكاية معي وكيف امتدت جذورها واينعت في روحي، ولست متيقنة كيف جذبتني الكتابة بفتنتها ومضت بي. انا مش عارفة ابدأ منين يا جماعة. مش عارفة والله. بس هي كاتبة. احنا عرفنا ان هي كاتبة مش بتاع الدليفري. هي شغالة كاتبة. تمام. بتقولكم مش عارفين ابدأ. مش عارفة ابدأ منين. انا والله مش عارفة. بص كده. كلما شاهدت الرسوم المتحركة شعرت ان الشخوص تهرب من الشاشة الصغيرة وتدخل الى رأسي. يا ساتر يا رب. كل ما بتشوف الكرتون بتحس ان الكاركترز
تخرج من الشاشة وتخش في راسها. اي عم الرعب ده يا ساتر يا رب. وكنت اجدها تحيط بي من كل صوب، يعني على الصبر، يعني بتقعد حواليها في كل مكان، فاني كنت اشعر بالخوف يا ماما من ان يكتشف احد ما وجود تلك المخلوقات في حياتي. في بعض الاحيان كنت اخبر امي بذلك وكانت تغضب مني. كفايه لحد هنا، يلا بينا يا جنى نروح نشوف السؤال نمبر 1. حضرتك يا مستر. يلا 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 يلا. اوه سؤال نمبر 1. بما عبرت الكاتبة عن علاقتها بالتلفزيون؟ ايه معنى السؤال؟ ازاي الكاتبة قدرت تقول انها في علاقة بينها وبين ان بشوية المتحركة اللي كانت بتطلع اللي كانت بتظهر على التلفاز كانت تشبهها انها تطلع من التلفاز وتهرب الى رأسها؟ الله عليك. هذا يدل على شدة حبها للرسوم المتحركة. يا سلام. كده اهو كده تاخدي 25 وفي يوم حبة سكر كده. شفتوا انا؟ والله العظيم حسيتكم انتوا مرعبة الصراحة. لا 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 هي قصة مرعبة بس يعني هي مش مشكلة، اهم حاجة. شفتوا يا جماعة استاذة جنى هي وضحت كيف تحصل على الاي ستار في كويتشن هنا اهو في الكامبريدج في السؤال الاول بيبر 1. لما يديك السؤال اكتب الاجابة وحور فيها شوية، زود شويه كده يعني، فاهمني؟ بس خلاص كده. شكرا لك يا استاذه. طيب خلصنا السؤال الاول، ندخل على السؤال الثاني. مش تفتكروا هو كان فيه نص اول؟ محدش يا جماعه يتوه، محدش يتوه. النص الاول كومبرهنشن. طيب اللي هو السؤال الاول يعني كومبرهنشن، يعني اللي هو السؤال الاول اهو كومبرهنشن. سين وجيم سين وجيم سين 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 وجيم. طب السؤال الثاني، اهو السؤال الثاني اهو، تقرأي كده يا جنى. لخص في حدود 250 الى 200، من 200 الى 250. شكرا يا حبيبي عشان حد يعني كيف تشكلت ثورات المواهب الأدبية؟ يا نهار أبيض. أستاذة كنوز كانت عايزة تشارك معنا. أستاذة كنوز إيه الأخبار؟ أستاذة كنوز أنا هقول لك شوية كلام كده بس أنت في الآخر يعني قولي الخلاصة. تمام. أنا اسمي إبراهيم حسن إبراهيم، مدرس لغة عربية بمدرسة سانت فاطمة القاهرة مصر. أنا بحب أشتغل قوي مهنة المدرس لأنها المهنة دي اللي أنا بحبها، وهي على فكرة مهنة الرسل والأنبياء. وأنا كمان الحمد لله عرفت إن المعلم لازم يبذل قصارى جهده عشان يرضي ضميره قدام ربنا سبحانه وتعالى. ومش بس كده، أنا الحمد لله بقالي خبرة حوالي 10 سنين. يا جماعة أنا قرأت كتير وكتبت كتير وعرفت كتير، بس للأسف لسه برضو عايز اعرف اكتر واكتر واكتر واكتر. انا بحب اللغه العربيه قوي ودي مهنتي من اول ما اتخرجت من الجامعه سنه 2009، وان شاء الله احب اشتغلها لحد ما اموت. يا ساتر يا رب وشكرا. بقول لك ايه، ما تقولي لي جمله واحده بس بتعبر عن الكلام ده كله. حضرتك قلت ان حضرتك اسمك استاذ ابراهيم حسن، بتدرس لغه عربيه، عندك خبره 10 سنين، وان حضرتك برضو بتحب مهنتك ودرست يعني درست لغه عربيه من اول ما خرجت من الجامعه من سنه 2006. بس ايه ده ايه ده، كنت تعالي خلينا بلاش دي، بلاش اتكلم عن نفسي بلاش. لا لا طبعا انا كده فخر ولا حاجه يا ساتر يا رب. لا حاشا لله حاشا لله. بقول لك ايه، انت هتروحي تقولي لماما الكلمتين دول، لخصهم لو سمحت. بص كده، ماما انا بحبك قوي من ساعه ما وقعت على الدنيا، وانا بشوفك بتقدمي لي سندوتشات جبنه وخيار وجبنه رومي وشيبسي بالشطه والليمون. ماما انا مش قادره اوصفك انا بحبك قد ايه. انت عمري، انت حياتي، انت منايا، انت احلامي في الدنيا والاخره. عايز جمله واحده بس يا نسيت اسمك، فيني معانا كنوز. يلا جمله واحده بس يلا ماما بسرعه بتعبر عن كل الكلام ده. انا احبك بكل شيء.
الله أكبر. بس كده خلاص، بس خلاص، هو ده التلخيص، هو ده التلخيص. ماشي يا جماعة، التلخيص انك بتلخصي كل الكلام اللي جه ده في كلمات قليلة، تمام؟ بس كده، بدل مثلا انا بحبك، متعلقه بيكي، سندوتشات، مش عارف ايه، وانت بتجيبي لي، وانت مش عارف ايه، كل الكلام ده، ماما انا بحبك، بس كده. برضو احنا هنلخص بس بطريقه معينه، اوكي؟ عشان ما نطولش على الناس كده، خلاص بيبر وان خلصت. معلش مستر، عندي سؤال هنا. اتفضلي اتفضلي. الخص دي ل 250 او 200 كلمه، ولا ال 250 دول الخصهم؟ لا، هتلخصي الموضوعين، الموضوعين، واخده بالك انت؟ النص الاول والنص الثاني في موضوعين. اسف هتلخصي النص الاول اللي هو ده، النص الاول ده اللي هو تجرب اي رحله مع كذا، والنص الثاني ده هتلخصيهم في 200 ل 250 كلمه. طبعا انت دلوقتي بتقولي 200 250 كلمه، يا دليل ده كتير. طب تعالى ما اقول لك على سر من اسرار العربي. العربي الاسم كلمه، والفعل كلمه، والحرف كلمه يا جماعه. يعني بصوا كده، بص دي، لقد حضرت اليك مبكرا. بص بقى الحلاوه والشقاوه. جنى، كم كلمه دول يا جنى؟ ايه، اربعه. ده من وجهه نظر حضرتك. طب تسمحي لي بقى امسك الميكروفون شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللام كلمه، لان اللام حرف. اللغه العربيه بتقولك يا شباب الاسم كلمه، والفعل كلمه، والحرف كلمه. يا نهار ابيض، يعني اللام كلمه، وقد كلمة، حضر بس كلمة، والته كلمة، إليك إلى حرف جر كلمة، برافو عليك، والكاف كلمة، مبكرا كلمة. يعني أقدر أعمل كده. هنشوف بقى مين اللي هيغلب يا جماعة، احكموا بينا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. يا ساتر يا رب. أيوة كده طبعا، 1-0 كده. شفتوا؟ هي عادتهم أربعة وأنا عملتهم سبعة. شفتوا دي الطريقة؟ مع التكرار والتدريب هتبقى حلوة معاكم. خلاص؟ يبقى السؤال الأول في الكامبريدج كومبرهنشن. أوكي؟ السؤال الأول إيه؟ كومبرهنشن. والتاني لخص. طيب خلاص كده. ما. طيب دي بيبر 1، بيبر 2. طبعا الناس دلوقتي بتسأل فين الكود الجديد يا مستر إبراهيم؟ 380 فين هو؟ حاضر والله. ادي بيبر 1 من كامبريدج 0508. طب فين بيبر 2؟ اهي بيبر 2 برضه يا شباب. بيبر 2 اهي، بصوا اهي 0508 على كام؟ ها، على 2. يعني بيبر 2 في الكامبريدج اهو. بيبقى في سؤالين برضه، اوعى تنسوا. بيبر 1 كان فيها سؤالين، هو كومبرهنشن وتلخيص. طب بيبر 2 يا جماعه بيبر 2 بقى فيها نقاش وجدال. وايه انتوا شايفين السطور الكتيره دي عباره عن ايه؟ بص كده يا جنى. بص هو يجيب لك السؤال، بص ايه، تيكي تيكي تيك. بص بقى، تيكي 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 تيك 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 تيك. ايه ده، كل دي اجابه؟ ما هو انتوا مش فاكرين الحته دي؟ ها تعبير. المنهج كله تعبير. المنهج البريطاني اساسا عايز يعلم الطلاب ازاي يكتبوا تعبير. بس كده خلاص، خلص الموضوع. ماشي، يعني لازم اللي الصفحه كلها؟ لا، بعرف كلمات معين. التعبير ده عشان ما حدش يتلخبط، التعبير انك تقعد تكتب تعبر. بص كده، اليوم اشعر كانني اطير في السماء. بس مش اي تعبير، ما تقعدش تكتب وخلاص، لازم تستخدم العفريت ده، تيكي 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 تيكي. فهمتوا؟ طب تعالوا نجرب كده لو سمحت، تعالوا نجرب كده سريعا.
هي جنى مشاركة جيدة معايا. محد الباقي ما يزعلش، الباقي ما يزعلش أبدا، ده بشرف ليكم والله، بس كده في نظام يعني. طيب ولنفترض مثلا حاجة إجراء كده يا جنى هنا اسمها إيه؟ نقاش وجدال. نقاش وجدال. طب ما تيجي نتخانق أنا وأنت شوية. بقولك إيه، أنت بتحب تكتبي القلم الرصاص ولا القلم الجاف؟ جاف. أنا بقى رصاص. بص بقى يا جماعة، هنكتب موضوع تعبير بيتكلم على النقاش والجدال ده، فاهميني؟ بصوا في الآخر هيطلع كده، تعالى بس موريكم هيطلع إزاي. بصوا 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 بصوا، ركزوا معايا كده أهو، أنا هجيب لكم دلوقتي أهو. بص كده، بصوا أهو، عايز أوريكم الطلبة عندي، الطلبة عندي على مرار على مدار السنين اللي فاتت بيحلوا إزاي. بصوا كده أهو، نقاش وجدال. بصوا 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 كده، نقاش وجدال بيختار ايه؟ ها، اربع موضوعات، بيختار موضوع يقعد يتناقش ويتجادل فيه، في الاخر بيطلع الاجابه بصوره ايه؟ موضوع تعبير. بصوا اهو، بصوا يقعد يكتب. بصوا تيكي 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 تيك 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 نفسهم كده. ما انا هقول لك بالطريقه دي، مش انت لا تحب القلم الجاف، انا احب القلم الرصاص. بص بقى الطريقه دي، بنكتب كده مقدمه حلوه. ظهرت في الاونه الاخيره ظاهره احدثت جدلا كبيرا بين اطراف المجتمع، الا وهي الكتابه بالقلم الرصاص ام الكتابه بالقلم الجاف، وانقسم الناس الى مؤيدين ومعارضين لذلك. دي كده مقدمة introduce يعني. القلم الرصاص لما بيتقصص ده بري تاني، لكن الجاف فضل حضرتك برمي واجيب مكانه. يعني انا احسن منك. اللي بعده، القلم الرصاص لما ايه، مش بيوسخ الهدوم، لو ممكن شربطت الحاجة بقدر امسحها. لكن حضرتك قلم جاف ما بيمسحش، ما اقدرش امسحه. ايوه لا، بقولك ايه، ما تدافع عن نفسك شوية، انت ما تقدريش كده غلبان على طول. دافع عن نفسك تماما. بس انا عندي الوان كتير ليه كذا لون وشكل. ايوه كده، هو فخمس نفسك شوية يعني كده. طب ماشي ماشي ماشي، طب خدي عندك بقى القلم والرصاص ارخص من الجاف. لكن القلم الجاف، شكرا يا روم، والقلم الجاف مش بيتقصف. يعني كده. طب استني استني استني، القلم الرصاص في منه قلم بسنون، سن عريض سن رفيع سن وسط 0.5 و0.5 و0.7.1. القلم الجاف منه برضو درجات زي القلم الرصاص 0.1 و0.5 و0.7. بعدين معاكي، الموضوع ده مش نافع خالص. خلاص كده، وفي النهاية لاحظنا أن الأستاذ إبراهيم والأستاذ جنى تناقشا وتجادلا على القلم الرصاص والقلم الجاف، ولكل منا الحجج بتاعته والبراهين بتاعته. بس خلاص، شفتوا بقى، هو ده كده الموضوع التعبير. بس في النص بقى، في النص يا شباب، ندخل بقى العفريت. يعني انتوا فاهمين يعني في نص التعبير ده، فاهمين، ندخل بقى ايه؟ ها يلا بقى، انا اقول بص بص بص، فما اجمل القلم الرصاص. اجمل القلم الجاف برضو، برضو يعني كده. شفتوا بقى، يبقى احنا في وسط التعبير بندخل العفريت. شفتوا؟ طب خدي دي، حبذا من يكتبون بالقلم الرصاص. بل نعمة من كتب بالقلم الجاف. يعني كده انت مفيش فايدة معاكي. طب ماشي ماشي ماشي، طب ماشي ماشي، تعالي تعالي تعالي، القلم الرصاص مثل القلم الرصاص مثل ايه يا جماعة؟ محدش غششني يا عم حمزة، نرى عم حمزة اي حاجة كده. القلم الرصاص مثل الوردة
المتفتحة بالقلم الجاف مثل الأسد عندما نكتب به. يعني ماشي 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 حالك، بس شفتوا بقى، شفتوا من دخل عفريتي ازاي في وسط الموضوع. قلبي يا بنتي، اطبخي، اعملي كوباية الشاي، هو ده كده كل المادة عبارة عن طبخ. تطبخي ايه؟ تطبخي البلاغة على اسلوب، على مش عارف ايه، على ايه، على طباق، على جهاز، نقعد نطبخ كده مع بعض. خلاص طيب، اخر حاجة عشان ما نطولش على الناس، اخر سؤال هو سؤال وصف اهو. انا بكلم كده فعلا يعني، بكتب كده وانا بكتب ال والله العظيم والله العظيم اهو، كل جهد تيك 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 بيقعد ايه يكتب كده تعبير تعبير، وتحطي اسلوب على شويه بلاغه على شويه املة. لا تعيش الظهر كله مع بعض، ده بيحتاج تدريب بس. خلاص ماشي يا جماعه. طب بعد كده الوصف برضو زي بالظبط، عباره عن تعبير. بص كده، بس اوصف، اوصف التغيرات اللي هتحصل في مدرستك بعد 30 سنه. تقعد تكتب تعبير بقى بعد 30 سنة ده في كلمات محددة؟ بيجي لك يقول لك 500 كلمة، من 350 ل 500. 500 كلمة ما ربطت. لا يا جدع، محدش يقرا والله. الموضوع سهل جدا، سهل جدا جدا جدا. تمام؟ طيب ده خلاص كده الكامبريدج. يبقى الكامبريدج عرفناه بيكون ورقتين بس وتلخيص، ورقتين بس كومبريهنشن وتلخيص وال تعبير دي برضو. شكرا. طيب يجي بقى، بس خلي بالك دلوقتي طبعا طالبه، طالبه او طالب، فين طالب؟ طب نسال مثلا، نسال